نحن أسرة مكونة من 7 بنات، وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي ولديها 8 أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي؟ لأن والدي ما زال موجودا على قيد الحياة وهي ماتت قبله، فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث. أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء لأنهم من ذوي الأرحام، فما دام يوجد أصحاب فروض أو عصابات فإنه لا حق لذوي الأرحام في الإرث، فمال أبيكم لبناته الثلثان منه والباقي للعاصب، إن لم يكن هناك عاصب فإنه يرد على البنات. أما بنات البنت ليس لهن شيء في هذه الحالة لأنهن من ذوي الأرحام. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.